السهره والله الا وليت معروفه وليت نحشم طلع عندكم. ها شنو واقع؟ اش واقع؟ واقع لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. درتي فيديو في الاول، الفيديو الاولاني شنو درتي؟ الفيديو الاول دخلت انا يعني مولات الشال الكري. اييه. لابسه بزاف، انا حسيت مريضه عندي البروده. واحد قال لي طلع في كومنتار لي ما تقال لي. شنو طلبتي نشوف في الفيديو؟ شنو طلبتي؟ شنو قلتي؟ شنو قلتي في الفيديو؟ طلبت المساعده خوتي حبابي المسلمين الشعب الزوينين اللي تيصلوا وتنوضوا الفجر اللي تنوضوا الاستخاره. شجعتكم باش تصليو، امرتوا عليا حقه ما حقه. ما فهمتش انايا، ما بغيتوش تعاونوني، عطوني الثقه خلاص. دابا انت طلبتي المساعده، علاش الوضع الاجتماعي ديالك؟ المساعده طلعت لي الزواج. وانتوما الزواج، انتوما الزواج. اللي بغى يتزوج على مرته، اللي بغى يديني بالفاتحه، هاي 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 هاي. طلعت زهره طاحت الشتاوة طاحت البقرة. علاش طلبتي المساعدة أنت؟ الوضع الاجتماعي ديالك كيفاش داير؟ المساعدة خويا البنت ديالي من ساكنة في البرة كطلب المساعدة عندي الوليدات، ما قادة على كرا. ما عندكش الأب ديالهم. ما عنديش مدخول، ما عندكش الأمو، ما عنديش. علاش ما عندكش أمو؟ كيقول لك هي موجهة زعما للطبقات الاجتماعية. ربي العظيم ما عندي الأمو، هما الوراقي جايبهم لي. علاش دفعتي؟ دفعت جريت جريت، علاش قالت لي المرأة؟ قالت لي بربي المعمود بات الأمو ما غيتصاوبش لك. علاش؟ تابعك العين، فرقها عليك يا ربي سلامتي ولادك زهرة. لا طفرتي جي جينا ورشمي ليا، جينا ورشمي ليا. قالت لي المرأة طلعت معها في الطوبيس قالت لي عاود لها، قال لي شنو نعاود لي؟ تلا كلبوها ليا. زهرة عندها السكينة في قلبها، واحد قال لي القوة اللي عندك عطاها لي تانا، القوة اللي عندي شادة بحب الله، شادة تعمى في الظلمة. زهرة غتبقى قوية 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 وتصلي وتشوف. دابا انت درتي فيديو. عرفتي علاش؟ لأنه تتنوض للسخارة، تتنوض للفجر، تتحدث مع الله، ديما الله أمامها. اللي باغي طالبي الزواج، خويا انا بنتك انا قلت لك طالبه الزواج. دابا انت درتي فيديو تطلبي فيه مساعدة، عندك خمسة النفوس. دي مساعدة. عبلاتي عندك خمسة النفوس. خمسة ما شاء الله. ومطلقة ومطلقة ولا ميت راجل. شافني ربي ملوك وما شافني عاد مشرط حنوكم. كي كدير يعني خمسة الناس صعابة زهرة بس. صعاب لأنه قاصف واحد المجتمع لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكن نحن مسلمين عطيني دقة مي. علاش كتقول هذا؟ اسكت اسكت زهرة. واحد قال لي زهرة قبيحة شاطة مطا، والله يعطيك حالتي خويا وحس بيا. راه عندك الوالدين ناري ناري دابا خايفة عليكم حيت زهرة هذا عاودتها مسوقرة. مشيت دعيت على شي واحد وجرحني وجرح لي ولادي، قسما بربي المعبود ما تفوت شهر تجي القاضي تضرب القاضية. زهرة كيفاش كتصيري على وليدات خمسة الناس مطلقة؟ يعني انت مطلقة حتى النوض مطلقة. واحد قال لي واش باقا مجوجة؟ قلت لك يا خويا عندي الراجل راه في انا في راجل شي انا راجل انا راجل شي قسم بربي المعبود حرم عليا ولادي وتبقاو تصونوا عليا وتصدعوني في الصلاة وفي نبغي نوكل ولدي ما نبغي نشقى نبغي نخرج الزنقه ولا شي حاجه. دابا انت كتشهرتي دابا زهره تشهرتي وليت مشهوره ولكن انت وزه ما شديتها انت خبزه ما شديتها ما كانت ما طلع لك تربح. شي اقسم بالله خلكك الله العظيم زهره تقرا فيا واخا ما شديت والو على الله نوض صلوا معايا الاستخاره نوض صلوا معايا الفجر. المسلمين الزوينين حشومه نقول لكم انتم كفار واش مشي نحرق راه ما نعرفش نعوم باش نوصل صبريون راه ما نعرفش نعوم باش نمشي لكندا. دابا درتي تي فيديو مشى لتوري فرنسا فرنسا زيد عليه فرنسا توريفال. دابا انت درتي فيديو طلبتي فيه المساعده وحثيتي الناس على الصلاه. كيفاش كانت ردود الفعل ديال الناس؟ واحد قال لي الصراحه انا عمري ما صليت وبسببك يا زهره بغيت نصلي. هذه مربوحه. عرفتي شي واخا ما ربحت منكم والو ربحت منكم هضره زوينه وليتي تصلي وعجبتو مني وليتي تصلي. واحد قال لي عمر السخاره ما تنطلع وقسم بربي المعبود قال لي عمر الصلاه السخاره ما طلعت ما وليت نصليها من صونيت عليه مع جوج الليل ولا ينوض ديما. دابا كيفاش كتفيقي الناس للسخاره؟ الاجر تبت لي الحسنات يا رب العالمين. كيفاش كتفيقي في ولادي وفي صحيحتي؟ كيفاش كتفيقي الناس لصلاه السخاره؟ ملي تبغوا يصدعوني وبغوا يعايروني ويأذوني تلقاهم بالصلاه تنطالب في وجههم استخاره استخاره استخاره. صلوا الفجر صلوا الفجر صلوا الفجر. واحد قال لي وليتي امام الجامع الحمد لله بعدا كاين كلمه زوينه قلتها ليا. واحد قال لي وليتي كنمر لا اختك البرج ديالها الاسد. اسمح لي ماشي البرج ديالي وما حتى الاسد. الله يسجد لي الضحكه وحق الله قال لك تطلعوا تضحك انتم خوتي وحبايبي وبقى ديما نضحك معكم خمس ساعات شوني ما شاء الله عليكم واخا كاك باقا تديري النمره ديالك في الفيديو. والله غندير النمره خايفه. مناش خايفه مناش خايفه خايفه من تنوضوني بالليل ما تعايرونيش من كذب غير تلقاو قولي الزواج. وعلاش انت ما بغيتيش تتزوجي؟ طلعت زهرة شوف تي في وندمات علاش طلعت ولات مقابله الزواج غنديرو نديرو الصف ونديرو جوج ضحكتوني. علاش ما بغيتيش تتزوجي؟ لا عندي ولادي خاصني نربيهم احسن تربيه وتنتمنى ندير كونتر. كاين الراجل اللي قبل خمسه؟ غندبر على كونتر هذا وغنمشي خويا لبرا. لا ولكن كاين الراجل اللي قبل خمسه النفوس. ولدي مشى كاع الوالدي. Ha 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 ha.
والله تكون وليديكم تدامكم صدام. دابا قلنا عاودي لنا على الناس اللي طلبوا منك الزواج شنو قالوا لك؟ الله يهديكم والله يهديكم. شنو قالوا لك؟ تعيش مع والله تكونوا والديكم اللي ماشي على السن هذا انا حريميه اللي ماشي على واحد السن هذا وكاش الحريمه تجي وحده عدات عند الاولاد. الله يفت. شنو قالوا لك؟ شنو قالوا لك؟ ما تبغيوش تزوجوا بيا لانه عندي خمسه تبارك الله على خمسه على عين العدو. تقول والديك زارة عندها خمسة الولاد باغا نتزوج بها إلا ما شريت لك صداش الميكا يطيرني على مي وهاد النهار هذا. شنو قالوا لك دابا؟ شي وحدة غتقبلوا تزوج بوحدة عندها خمسة الولاد؟ الله يخليهم لي مسخرين لي كتافي. أنا راه كاردين وخدامة عليهم، أنا راه فراشة مع رجال وخدامة عليهم وغنهزهم بسناني قسما بربي المعمود إلا ما صليو. يا ربي تصليو، صلوا الفجر، صلوا الاستخارة، صلوا صلاة الاستخارة، يا ما طاحت الشهاد ليا مات. نتحادوا بيناتنا باش ندخلوا الجنة. زار واخا مسكينه ربي اللي عالم بها وقلب عامر فين سامر والله الا قلبها فيه السكينه وتتسامح. ويا ربي شافك خالد راه شتي كاد ليا ما تخافش. شنو هاد خالد؟ خي طليقي مسكين بات ولادي وطلقك وانت باقي كت وندعى مع زرايا وكاسك عارة مع عدا زهر رانيه. ولكن علاش 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 وصلتوا للطلاق نتوما؟ لا انا طلقت انا باقا تنقولها ونقولها تنموت. عصابي ما قاد علي وتحراش الكسيده والكونسير والسلطه اللي مالي دواء هما اللي واقفين ليا هنا وجارحين جرح كاويني. شكون هما هادو؟ شكون هما هادو؟ هذا واحد السيده خالته مربياني لا سمح ليها لا سمح ليها ما ندمتيش على الطلاق؟ كلشي نسمح ليه تما خالد نسمح ليه مسكين غادي يعرج زحف. ما ندمتيش على الطلاق زهره؟ مسكين وخاصو الحديد وهو تقطع لي رجل. ما ندمتيش على الطلاق؟ خالد بات ولادي حنينه وقلبها كريمه زهره حنينه وما عندها من ما ندمتيش على الطلاق زهره؟ زهره ما عندو زهر. ما ندمتيش على الطلاق زهره؟ لا ما ندمتش عليه. وخا يبقى ديما خويا وابار خويا خايد خايد خويا خايد يبقى ديما خويا خويا خويا. علاش قال لهم البارح جاب لي ولادي وقال لهم قولوا زهره والله ونشد الورد حتى ناخذ لادار ونجمع عليا ولادي. سبحان يا جليل هو فيه الخير. سبحان يا جليل سبحان يا جليل ما قالت الكلمه والله الا بحال بحال عطاها لي بحال شرا لي دار. ما تفكريش ترجعي ليه؟ ما تفكريش ترجعي؟ لا ما تفكرش ترجعي ليه ما كذب غيبقى خويا وعافاكم. ما فهمتش انا يا سبحان ربي العظيم. دابا دوك النداءات ديال الزواج دوك العروض ديال الزواج يعني شي واحد العروض ديال الزواج اللي جاك الدعوه ديال شي واحد راه دخلت انا واحد المره قالت لي تيابوها لي زهره شريفيه مشيت دعيت على شي واحد وانا مخلغله عليه الا ما فات شهر وجاتو سوكوا لي هنا حيت زهره قلبها كريم كريمه زهره حنينه زهره عمري ما اديت شي واحد ما بغي ما نعرفش وافات ما عندي معاه مجامر ما عندي ما والو. صلوا الفجر صليوا الفجر باش ربي يعطينا الشق وتنزل الرحمه بيناتنا. اخوتي حبابي خايف عليكم من الاخيره خايف عليكم من جهنم خايف عليكم لا تقوم القيامه وما نديروا والو نوضوا نديروا اللي في اليد ونتحدوا بلا ما تعاونوني زعما نسامح عليكم بلاش هاتوا عندكم الكريدي وعندكم الاولاد وعندكم الوالدين لا لا ما تعاونونيش انا عاد راكم ماشي مشكله خدامه ناكل خبز وعايشه مع ولادي. نوضوا خوتي نتحادوا بيناتنا ونوضوا نصليو ونقوموا الليل ونركعوا عليه ونقولوا يا ربي الرحمن يا رحيم عطينا الشا تنزل شويه الرحمه بيناتنا خلي الايام ترجع الزوينه اخويا صوني خلي الايام ترجع الزوينه صله الرحم بيناتنا ونحيدوا التليفون جي عندي ونجي عندك ومرحبا. دابا الناس ساره جيعان يمشي شبعان وما عنديش ونرجعوا شبعان. دابا العروض ديال الزواج تكلمينا على العروض ديال الزواج اللي جاتك واش ما ناقشتيهاش؟ العروض ديال الزواج اللي توصلتي بها من بعد لي فيديو واش نقول لك؟ انا باغي ديري ايطاليا اقوادري بعدا كاينه باسبور وفيزا ما عنديش باسبور وفيزا. اللي بغى يتزوج على مرته اللي باغي كيفاش باغي يتزوج على مرته؟ اللي بغى يتزوج مع مرته الثانيه اللي بغى يتزوج بيا بالفاتح اش قالوا لك هذوك اللي باغي نصف وانا نختاركم ديروا نصف وانا نختاركم حشومه. هذوك اللي قالوا لك باغي يتزوجوا على مراتهم اش قالوا لك؟ اش قالوا لك؟ ما عندهم عقل. اش قالوا لك؟ اش قالوا لك؟ كيفاش قالوا لك؟ تعيطوا لي تبقاو تقولوا لي نتزوج بك راه والديا بغاك شي والديك بغاو وحده عندها خمسه جيو حسنوا لي بلا ما والديك وامك غتبغي تقول لك السيده عندها درت الولاد غتجيبها ليا الا ما ضربتك واحد السنده على الراس سوك ليا نوضوا نعيش الشيطان. واللي باغي يتزوج على مراته اش قال لك؟ غادي يتزوج على مراته باغي يتزوج على مرته. اه باقي لاصقيني الان ولكن شحال ما بقيت نعس لا بالنهار لا بالليل لا في الغدا لا في العشاء ما بقيت نعس حتى ولدي اللي مسكين ومريض في تينوض راس اسلام ولدي. هما دابا كاينين في الدار كلهم عدي وجابهم باهم اليوم مع 9 دولار مع 9 دولار وانا شدت الطريق جيت صبت لامو لامو قالوا لي معكسه. قلت لك انا عندي عكوسه الزهر ما عنديش مع فلوس. انت زهره وما عندكش الزهر. عاد سميتي زهره وما عندي زهر عرفتيني دابا خويا ولكن حنينه وكريمه ربي حن عليا وقابي في السكينه. الشنه راه عامره وشاربه
ولكن طالقه في ضلق شابتي واسعه وعريضه. الحمد لله طالقه في ضله كنا كل كيما ناكلش ضاحكه مهم ضاحكه مهم ضاحكه مع ولادي تيجيو عده هما غيدوزو معايا العطله. حامد الشاكرين واللي بغى يجي يتقدى عند ولدي زكريا تحيي لزكريا ولدي فين عنده المحل. انا راضي على ولدي الوسطاني فين عنده المحل وشري مع جدو في الصبابات في السيكان في كل المحل يعني. ماشي المحل مسكناها في الراشه حد السوالم اللي حدا الجامع حدايا واحد الجامع تقول لي حدايا راه ولدي زكريا راه قصير وعنده الشعيب بحال شاروخان ولدي ما شاء الله على ولدي تبارك الله الله يخلي لك وليدات شجعوا لي ولدي سيروا شروا مع الدول قسم الله غادي يبيع وشري مسكين هاز مو ولدي خدام وهاز مو ولدي خدام ما بغاش يقراو هاز مو انا راضيه على ولادي كاملين لا من زكريا لا من خديجه لا من عثمان لا من اسلام لا من دعاء جبت لك ولادي كاملين الله يخليهم لي ويحفظهم ليا لا كان في السماء يهود ليهم لا كان في الارض يطلع ليهم رساله اخيره انت ما ضحيه بحالي انا ضحيه بالمجتمع نقول لك انا يتيمه ولكن راه غارديانه خدامه على ولادي رساله اخيره توجهها للناس ونجيو بعرك كتافي رساله توجهها للمغاربه خوتي المسلمين سيروا صليوا سيروا نوضوا للسخاره مع جوج الليل سيروا طلبوا الفجر صليوا طلبوا خلوا الشط نزل بارك ما تحروش انا راه بولادي انا راه ببناتي تعرضتي للحمله ديال التحرش مشيتي وي طلعت زهره ولات تخاطف ودور الصبع دا نشوف اللي غادي لبرا نمشي معاه واللي غادي باقي هنا ما نمشيش معاه انا باغا عنده الافضليه داك اللي برا لا دابا ماشي كون لقيت لي يدير ليا يدير ليا كونترا يحسن مشي لبرا ونخدم على ولادي ونصيفطهم بشوي بشوي ولكن الزواج ما كتناقشيش لا لا الزواج ما بغيتوش خاد هو الاول خاد هو الاخر سالينا الله يشافيك يا خالد الله يخليك صحتك دير الحديد يا خالد راه مريض جلك راه حالته راه ضحفيت يا خالد الله يشافيك والله الا من قلب كريم زهره كريمه وحنينه ربي العالم بيا تحيه للشعب وسيروا صليوا تبارك الله صليوا 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 باش تصب الشر وترحم وتنزل العافيه السلام عليكم اخوت الشعب غتبقاو ديما اخوت واخا ما عاونتونيش انتم ربي العالم بكم السلام عليكم تحيه مع الزهره شكرا شكرا فيديوهات المغربي اليوم.